بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمر خالد يجيب، وبيجن أسئلة كتيرة جدا ما بنعرفش نجاوب غير على المتكرر منها. أما الأسئلة الكتيرة التانية فبنحلها القسم الاستشارات في عمر خالد. السؤال النهاردة من مصر، سؤال بيجي كتير قوي: إزاي أعرف أن ربنا بيحبني وراضي عني؟ في علامات. إيه ده؟ في علامات أعرف بيها أن ربنا بيحبني؟ طبعا في علامات. من العلامات لو هداك لحب الإيمان وذكر ربنا والقرب منه والعبادة، بيحبك. لا يمكن يخليك تدخل عليه وتتودد وتقترب إلا لو بيحبك. فلو لقيتي نفسك عايزة تذكري ربنا، لو لقيتي نفسك بتصحي الفجر، لو لقيتي نفسك كده نفسك مقبلة على الإيمان، ده من توفيق ربنا ليك. ربنا بيحبك، دي علامة من العلامات. علامة تانية: لو في ذنب كبير وقدرت تتوبي منه، يوم توبتك دليل ان ربنا بيحبك. ليه يوم توبتي دليل ان ربنا بيحبك؟ لانه هو وفقك للتوبة لانك غالية عليه، واعانك على التوبة لانك غالية عليه. حاجة تالتة: لو وفقك لعمل صالح، بصيتي لقيتي نفسك بتعملي عمل خير، وفقك لصلة رحم كبيرة أو الأكبر والأكبر، خلى فيه عمل خيري بتقومي عليه بشكل مستمر، ده دلائل إن هو بيحبك. من علامات إن هو بيحبك إنه يرزقك صحبة صالحة. لو إدالك صحبة صالحة وناس تعينك على رضا ربنا والقرب من ربنا، ده من دلائل إن هو بيحبك، لأنه عايزك يوفر لك البيئة اللي تساعدك على القرب منه. أربع علامات أهو، أربع علامات تعرفي بيها إن هو ربنا بيحبك. واحد بيحب يعبد ربنا، يبقى ربنا بيحبه. واحد كان على ذنبه وربنا أعانه وتاب، يبقى ده دليل ان ربنا بيحبه. واحد بيعمل عمل خيري، ده دليل ان ربنا بيحبه. واحد عنده صحبة كويسة، ده دليل ان ربنا بيحبه. واحد عنده الأربعة، ده دليل ان ربنا بيحبه قوي، ان هو اداله واحدة واثنين وثلاثة واربعة. فدوري في الأربعة دول على أثار محبة الله. تقولي بقى ايه؟ ممكن تيجي وتقولي ايه؟ طب ما انا ما توبتش يبقى ما بيحبنيش. انت روحي توبي من اجل ان هو يحبك، انت روحي عبودي من اجل ان هو يحبك، انت اعملي عمل خيري من باب ان هو يحبك. انت مختارة تقتربي الى الله كيف شئتي. والذين اهتدوا زادهم هدى. هم كانوا رايحين لربنا، عارفة اللي بيطلع السلم على رجليه والسلم طويل، لكن بذل جهده، يوم ربنا بقى ايه من الدور الثاني كده مديله اسانسير، يلاقي نفسه طالع للدور ال11 وال20، لان زادهم هدى. فمن دلائل انه يحبك ان انت تبتدي وتاخدي خطوه وتقربي منه. شكرا والسلام عليكم.